مساء الخير عليكم. السلام عليكم. اليوم نصوم 13 نوفمبر 2022، وانا نترككم على حاجة صارت عندها ايامات وصارت فيها ضجة كبيرة، لا تفرد عن الوالي تاع وهران لي راح dans une visite contrôlée dans le cadre de ses missions في الصلاحيات نتاعو، راح لقى سوق مبني، سوق فوضى، ناس بانيه برارك، واحد بانيه بالطوب، واحد بانيه براكة بالزنق، الاخر بانيه بلا مش عباش، واحد يبيع الكرنطيطة، الاخر يبيع البيض، الاخر يدير الشواء. الحصول كيما كان بكري لا كور دي ميراكل في بالي كيما الصوار تاع الحراج. واش قال الوالي؟ واش قال؟ يهضر مع لي زوتوريتي، يهضر مع الراجل، قال له عندك الرخصة؟ قال له ما عنديش. عندك الأرض تاعك؟ عندك شواقع؟ قال له ما عنديش. قال له مالا؟ تلبد حوايجك وتروح منها. ودار البريزيدون تاع لابيسي قال له ما قبل الربعة نعاود نولي ما لقى حتى واحد. واش قال الوالي؟ نهضروا في لي ريزو سوسيو، نهضروا الناس اللي يحبوا الفوضى، اللي موالفين بالفوضى، نهضر كيفاش ماناش في وقت الجاهلية، هذا حقار، كيفاش يهضر معاك، كيفاش يهضر معاه؟ الراجل مخالف القانون، يجي يحط القرعة تاع الغاز ويحط الريشو ويطيب في أرض مش تاعو بين الزنق. هو اللي مخالف القانون ولا هو ضحيه؟ الوالي يريبريزونت البريزون دو لا ريبوبليك، والبريزون دو لا ريبوبليك عطاهم صلاحيات وعطاهم قال لهم اخدموا خدمتكم، باسكو هو البريزون دو لا ريبوبليك شاف اللي ما يجيبش الكل على لي زابيسي المياه تاع تاخر الزمان، المياه اللي سون كومبليس معاهم يخليوهم يبنيو ويخليهم يديروا واش يحبوه. وكي هو يقولوا دير برك بعد نعطيك الرخصة روح ومن بعد نشوفوا، ما يقولوش ممنوع نورمالمون المير هو اللي يجي لهذيك الأرض هذيك ويقول لهم واش راكم ديروا، هو اللي يكسر لهم البراك ويخرجهم، يستنى حتى يجي الوالي. دونك الرئيس مع لا دينيير ريونيون اللي دار مع لي والي قال لهم لازم تحركوا، قال لهم يا دونجي، راهي دونجي، الشعب الجزائري يحب الفوضى وما نستاكل ما كاش على من تاكل، ماهوش من صلاحيات الشرطه ولا الضغط اللي داخلوا ديريكتومون. صح هذه سي فري، ما نجيبش دوك يجي الشرطي ينحيلو ديريكت بلا ما يعقب على العداله، بصح لو مال يخدم، لمن يخدم ولاو يسيزي لا جوستيس ولا يسني ماريتي كومينال باش يساعدهم انت. الله الناس ما تقول واحد اللي كان واحد ابي هذاك مستر ابي كان في الحبس، مش عارف على دخل على الحبس ولا يخرج بالميكرو يدور ويقولوا نكري لك حانوت هنا، واحد اخر يقول له نشيل لك نشيل زوج فريجيدارات، ناس بعضهم قال لك ما عندوش دروا يهدر هكا، وراك تخدم عند الشعب، ماهوش الوالي ماهوش يخدم عند الشعب، يخدم للشعب، ما يخدمش عند الشعب، باش الناس ما تغلطش، يخدم عند الشعب، يخدم للشعب، بصح يخدم عند الحكومة الجزائرية، وعنده صلاحيات كبار عطاهم له رئيس الجمهوريه. بعض الناس ينبحوا على الوالي. انا هذا الوالي نقول لكم لابيليتي جو يدير شر، جو يدير شر، وما طيحني ما حقه ما دار له، ما هدرش معاه ميم با اون سكون، قال له تلفت قشك، خير استنى يا تلفت قشك
ملايين هذوك باش يقول هذا لازم يشطحني ولا يحسن هو ما كنت نقول كلمه قد تسخر. لا لا يهضر معي يحاول يقول لي لا حبيت روح روح لا حبيت لا ما حبيته. وين هم رايحين بهذ الفوضى هذه؟ وين هم رايحين؟ الجزائر قريب، الجزائر الشعب الجزائري باكمليه يحب الفوضى. لي يبني بلا اوتوريزاسيون، لي يجي من البلاد يدي الارض ويطلع بالطور، لي يطلع عطاو البيرمي كونسوير ان بليس ان يطلع تروازي طاج، لي برونشي المانتيس من العين اليسرى القلعه، لي برونشي التريسيتي، واش يحوسوا الشعب يحوسوا الداخل ليهم ما يحوسوش الكونترول. ايماجينو يا جماعه كون ما كانش رجال اللي راهم على هذه البلاد كيما الوالد عوارك يعطيه الساعة ولازم يكمل. كل هذه البلاد اللي راحت ديجا وقت الحراك، وقت الحراك معنا ولاو كل جماعة يجيو يتشافعوا لهم ويسبوا في الحكومة ويقولوا يروحوا كاع ويقولوا المخابرات يهودية لي جينيرو لا بوبال. ياسو اللي يحبوا الفوضى ماذا بيهم؟ ماذا بيهم الجزائر ما كانش كاع لي عداله لي قانون لي والو، ولي يجي يخطف ويجي يدي وهذا، هذا واش عاوز الشعب الجزائري؟ البريزيدون لا ريبوبليك عبد المجيد تبون ست نعاودها 200 ألف خطره، ست أني معك يعرف كيفاش يجي وفاق فاق باللي نتكلوا على لي مال ما يديروا والو. المال هما سبب الوحده، المياه هما سبب الوحده. قالوا لي سي علي، قالوا لي سي علي ما نعرفش، هو عندي ميري وين راه وين ميري الناس تبني، هذا يدير تروطوار الاخر يدير طريق من هنا الاخر، راه ولا يهضر المير ولا يروح ولا يسيزي لا جوستيس ولا يديبوزي بلانت. فير بريزيدون تبول فير ومد كارت بلونش ووالي باش يجيريو باسكو يديبوند. الوالي سي لو ريبريزونتون دو بريزيدون دو لا ريبوبليك في الولاية تاعو، والوالي تاع وارد مشكور مشكور على وكاع اللي والي اللي راهم يخدمو. راهم نشوف فيهم هذا النهار لا ريونيون مع التبون راهم يتحركو وشوفو واش خرجو واش جابو واش فاقو واش شوفوا تبعوا تبعوا لي زانفورماسيون واش راهم يديكوفري هما. يدي مع الشاف داير ويدي مع المير ويدي مع الشاف شاف دو سيرتي ويدي مع تاع الدار الوطني ويدي مع كاع ليكزيكوتيف ويروح هو اون طونك انسبكتور. الوالي ولا انسبكتور الحكم هذا من اللي قال له رفض خشب لقى كارثه، لقى بناو سوق فوضوي وكون خلاهم كون خلاهم كون خلاهم الوالي كون يزيدو يكبر وبعد يبنيو ديور قدام وين بنى البراكة هذا يزيد يبني زوج بيوت. ليش هذا بلاد كيما تزاد تحوش تفز دوار طز عليكم طز عليكم ويحيى الوالي ويعطيه الصحة كي يبقى رياجي وماذا بيا انا يكمل وين يلقى الفوضى يا في الجدة. السلام عليكم.